نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية تل الحطب التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية. وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية علي حطب أن القافلة تشمل تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة والتي تستدعي إلى المستشفيات الحكومية. احنا النهارده متواجدين في قافله ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بناء على توجيهات السيد الرئيس ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بنوصل للاماكن الاكثر احتياجا والاكثر فقرا، واحنا بنشكر السيد الرئيس على انه في عهده شاف الناس المهمشه وفضلنا نقدر نوصل لهم ضمن المبادره الرئاسيه، وان شاء الله مستمرين وكل اسبوع في قافله في مكان مختلف من محافظات الاسماعيليه.